مشاركتي هذه السنة للمرة الثالثة مع الصديق الأخ مايسترو هذا المنتدى ماضي الخميس الإعلامي. شاركت في البدايات في جلسة عن المرأة في واجهة الإعلام، غدا جلستي ستكون عن الإعلام التقليدي أو من الإعلام التقليدي إلى السوشيال ميديا. وطبعا هناك الكثير من الأسئلة حول ما يسمى بالإعلام الجديد، الإعلام الموازي، الإعلام التواصل الاجتماعي أو الإعلام الذي سرق أو سحب البساط من تحت عروش الإعلام التقليدي. أنا عندي رأي غدا سأدلي به. طيب أنا بسألك الحين قبل الجلسة، هل تعتقدين أن الإعلام التقليدي اندثر خلاص؟ الإعلام يا سيدي هو الإعلام، لا يوجد إعلام تقليدي، مع احترامي للجميع الذين يطلقون هذا المسمى على الإعلام. هناك إعلام، هناك لا إعلام. أعتقد هذه الفوضى اليوم في عالم السوشيال ميديا أفرز هذا المصطلح، أن في إعلاميين تقليديين وفي إعلاميين جدد. لا، الإعلام هو الإعلام. أنا جاية من إعلام قديم، أنا بحكم الزمن وبحكم أني عملت في الإعلام يعني منذ صغري، يعني جايلت زمنين مختلفين. فوجودي اليوم بالإعلام هو وجودي كإعلامية، إعلامية الإعلامية، لأن أيضا كلمة الإعلامية هناك والإعلامي هناك عليه علامات استفهام اليوم في ظل ميوعة المفاهيم والفوضى اليوم كمصطلح. هناك إعلام أساسي ولا يمكن يا سيدي أن يندثر أو ينقرض. طيب أيهما أفضل؟ البعض يقول أن الإعلامية أفضل من الإعلامي كشاشة، كحوارات، أنت إيش رأيك؟ يعني يقول المرأة غلبت الرجل. لا، أنا أختلف. الرجل هو اللي لا أختلف. لا، أنا ما عندي هذا التصنيف، يعني هذا التصنيف الكليشيه ما أحبه بالإعلام. هناك إعلامي، هناك مش إعلامي، هناك في إعلامية، ولكن التجربة الإعلامية في المنطقة أفرز تجارب مهمة من إعلاميين وإعلاميات. ربما في الإعلام الثقافي هناك في تقصير كإعلاميات، يعني لأني أنا متخصصة بالحوار الثقافي أجد رجالا يعني في هذا المجال أكثر. فكنت أتمنى يمكن في تجارب أو في برامج خاطفة، وهذه مش ذنب، يعني هذا مش ذنب الإعلاميات في المجال، لأن الميزانيات التي ترصد للبرامج الثقافية يعني جدا قليلة لأنها في ذيل الاهتمامات.